تواصل مملكة البحرين حضورها في منتدى أصيلة الثقافي الدولي بالمملكة المغربية، وذلك بعد افتتاحها لمعرض 4 في 4 فن من مملكة البحرين وتدشين كتاب 40 سنة في أصيلة. كما قدمت المملكة ندوة تناولت المواطنة في الميثاق الوطني البحريني، وشهدت الندوة حضور معالي الشيخ معي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومعالي السيد محمد بن عيسى الأمين العام لمنتدى أصيلة ووزير الخارجية المغربي الأسبق، ومعالي السيد محمد الأعرج، إضافة إلى تواجد عدد من الشخصيات الأكاديمية والمسؤولين والمفكرين من البحرين والمغرب. ونظم منتدى أصيلة هذه الندوة بتعاون مع مركز دراسات، وشارك فيها كل من رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك الإعلامي السيد نبيل بن يعقوب الحمر، السيدة سميرة رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي، الإعلامية سوسن الشاعر، والسيد إدريس الكرينيا أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض في مراكش. وخلال الندوة قال معالي السيد محمد بن عيسى إنه وجد في الميثاق الوطني البحريني بداية لعهد جديد تميز بتحديث المفاهيم والممارسات السياسية. أما مستشار جلالة الملك الإعلامي السيد نبيل الحمر فأكد أن يوم الاستفتاء على الميثاق يعد حدثا تاريخيا، وحققت من خلاله البحرين الإنجازات في مجال حقوق الإنسان. بدورها قالت السيدة سميرة رجب إن ميثاق العمل الوطني مشروع نهضوي، مشيرة إلى أن البحرين حققت إنجازات من بعده، وأضافت أن المرأة البحرينية استطاعت في ظل الميثاق أن تمارس حقوقها إلى جانب الرجل ونافسته في مختلف جوانب الحياة. وفي سياق متصل تناولت الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر الميثاق الوطني بما فيه من حقوق للمواطنين، مستعرضة العديد من الأحداث والقضايا المتعلقة بالعمل السياسي في المملكة. ومن جانبه قال السيد إدريس الكريني إن مشروع الميثاق الوطني في البحرين ليس أول الإصلاحات التي تشهدها البحرين، وأوضح أن الميثاق سعى إلى دعم الحريات الشخصية والمساواة والتأكيد على أهمية عمل منظمات المجتمع المدني. وكانت مملكة البحرين قد حلت عام 2014 ضيف شرف منتدى أصيلة الثقافي الدولي في دورته 36، حيث قدمت خلال الموسم تجاربها الإبداعية المتنوعة ما بين معارض فنية تشكيلية، حفلات موسيقية، ندوات فكرية، وأمسيات شعرية وأدبية. نحن كمنظمات تسعى إلى دعم العمل الثقافي والعمل العلمي، غرضنا هو أن نعطي الصورة المميزة لبلدينا، وأن نعمل جاهدين على تدعيم هذه الصورة وتصحيح التصورات التي عند البعض حول بلدينا وحول شعبينا. اختيار عنوان الندوة وموضوع الندوة والاهتمام بالبحرين كموضوع وضيف شرف في هذا الموسم لأصيلة شيء يسعدنا ويشرفنا، ويعني نشكر معالي الوزير محمد بن عيسى والمغرب عموما لاهتمامها، ولا شيء مش غريب يعني على المغرب أنها تهتم، وإحنا أشقاء نجد قدر من التشابه، نحتاج أن إحنا نستمع إلى تجارب بعضنا بعض. أن الحديث عن موضوع المواطنة في هذه المرحلة بالذات والتي تمر بها المنطقة العربية بمجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأيضا التي تعرف نوعا من الاختلال على مستوى تدبير التنوع، وأمر مهم جدا. وأعتقد أيضا بأن التركيز على تجربة البحرين التي هي تجربة واعدة انطلقت منذ عدة عقود هي أيضا مناسبة كذلك لتسليط الضوء على تجارب واعدة وعلى تجارب ربما تجعلنا نشعر بنوع من الأمل اتجاه ما يجري في المنطقة العربية.